بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 70. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بالإجابة على أسئلة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية العربية السورية، وباعثها أحد المستمعين من هناك. يقول السائل حسين الحسن، الأخ حسين يقول: ما حكم من صام ولم يصلي، إذ أن هناك أناس يصلون فقط في رمضان، ما حكم ذلكم في الإسلام جزاكم الله خيرا؟ من صام ولم يصلي فإن صيامه غير صحيح، وجميع أعماله لا تصح إلا بعد تحقيق التوحيد وإقام الصلاة وأداء أركان الإسلام التي هي بمثابة الدعائم التي يقوم عليها الدين، وهي خمسة أركان: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، حج بيت الله الحرام. هذه هي أركان الإسلام التي يقوم عليها. فمن أخل بالركن الأول وهو شهادة لا إله إلا الله وقارب شيئا من الشرك الأكبر فإنه لا تصح جميع أعماله حتى يعمل بمقتضى لا إله إلا الله، وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة وترك عبادة ما سواه، وكذلك إقام الصلاة، لأن الصلاة عمود الإسلام وهي أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من أعماله. فإن قبلت قبل سائر عمله، وإن ردت رد سائر عمله. وقال صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. فجعل الصلاة عمود الإسلام، ومعلوم أن البيت لا يقوم إلا على عمود، كذلك الإسلام لا يقوم إلا على عمود وهو الصلاة. من ترك الصلاة لم يقم له إسلام. هذا إلى قوله صلى الله عليه وسلم، من قوله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فمن ترك الصلاة جاحدا لوجوبها فهذا كافر بإجماع المسلمين، لأنه مكذب لله ولرسوله ومنكر لما هو معلوم من الدين بالضرورة. أما إن كان يعترف بوجوبها وجحدها تكاسلا فهذا يكفر كفرا أكبر على الصحيح للأدلة التي سمعنا وغيرها، يكفر كفرا ينقل عن الملة، وبالتالي لا يصح منه صيام ولا حج ولا أي عبادة من العبادات. فهذا الذي كان يصوم ولكنه لا يصلي لا يصح صيامه، وصلاته في يوم الجمعة لا تكفي، لأن الصلوات يومية، خمس صلوات يومية في اليوم والليلة، ليست مقصورة على صلاة الجمعة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعض الناس يصلي ويصوم ولكن في رمضان فقط شيخ صالح، ثم إذا جاء العام، إذا جاءت أشهر العام الأخرى، ربما صلى فرضا وترك فروضا، لعل لكم توجيه أيضا شيخ صالح. هذا كما في الجواب الذي مضى أن الصلاة في رمضان فقط لا تجدي ولا تنفع، وإنما لا بد من المداومة عليها في كل الشهور وفي كل الأيام وفي كل العمر، قوله صلى الله لقوله تعالى: اعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وكذلك يقول جل وعلا في الصلاة: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. يقول سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى قوله تعالى: والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. قال سبحانه وتعالى: إلا المصلين الذين هم على
صلاتهم دائمون، إلى قوله تعالى والذين هم على صلاتهم يحافظون. فلا بد من المداومة على الصلاة، لا بد من المحافظة عليها في كل العمر وفي كل الأيام وفي كل الشهور إلى الوفاة. فالصلاة كما قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا يعني فرضا، وموقوتا يعني محددة بأوقات تؤدى فيها، لا يجوز تقديمها عليها ولا تأخيرها إلا لعذر شرعي يبيح الجمع بين الصلاتين. الصلاة أمرها عظيم ومقامها في الدين كبير، وهي كما قال الله جل وعلا وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سؤال يطرحه مستمع من الجزائر ورمز إلى اسمه بالحروف شين سين. السؤال يطرحه أيضا كل مسلم، يقول شيخ صالح: أود السؤال عن رأي الشرع فيما يسمى بالسبعة أيام والأربعين يوما بعد وفاة الشخص، حيث يجتمع الناس عند أهل الميت بعد فوات سبعة أيام، أئمة وحفاظ للقرآن الكريم وغيرهم، فيقرؤون على الميت كما يقال، ويحضر أهل الميت الطعام فيأكل كل من يأتي تلك الليلة، ويفعلون الشيء نفسه بعد أربعين يوما على وفاته. هل هذا من الدين فضيلة الشيخ أم أنه دخيل ويمكن اعتباره بدعة؟ وإذا كان بدعة فما هي الطريقة لاقتلاع جذورها، خاصة وأنها ترسخت في أذهان العوام إذ أصبحت وكأنها من الدين؟ هذه الأمور بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، لقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، قوله صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. فلا اجتماع بعد الوفاة بعد سبعة أيام ولا بعد أربعين، هذا كله من البدع المحدثة، وإنما يفعل هذا المتأكلة الذين يحبون أكل الطعام وما يقدم لهم في هذه الاجتماعات، فهم يجتمعون لبطونهم، ولو كانوا يجتمعون لأجل العمل بالسنة أو منفعة الميت لما عملوا هذه الأعمال، لأن هذه الأعمال لا دليل عليها من الكتاب ولا من السنة، وفيها تكاليف وآثار وأغلال، وقراءة القرآن إذا كانت بالأجرة فإنها لا تصل إلى الميت اتفاق أهل العلم، لأن القارئ إنما قرأ من أجل الأجرة ومن أجل الطعام والأكل الذي يقدم له. المشروع للميت ما جاء في الأحاديث من الدعاء له، الاستغفار له، الصدقة عنه، و الحج والعمرة عنه، هذه كلها تنفع إذا تقبلها الله، لأنها وردت بها الأدلة. أما هذه الاجتماعات وهذه الأطعمة التي تصنع وهذه العادات السيئة كلها آثار وأغلال ما أنزل الله بها من سلطان، والواجب على العلماء أن يبينوا ذلك للناس حتى يكونوا على بصيرة من أمره. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من خميس مشير، وباعثتها مستمعة تقول أم محمد. أم محمد لها سبع قضايا، في إحداها تقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز أداء سنة الضحى قبل صلاة الظهر بعشرين دقيقة، علما بأنني لا أصليها وذلك بسبب انشغالي بأعمال المنزل، وقد أذهب أحيانا إلى المستشفى فأتأخر، فبماذا توجهونني؟ جزاكم الله خيرا. تحديد نهاية صلاة الضحى ليست بصلاة الظهر، يعني صلاة الظهر قد تتقدم وقد تتأخر، وإنما تحديدها بزوال الشمس، أو على الأصح بوقوف الشمس في كبد السماء، فإذا حاذت الشمس الرؤوس حينئذ ينتهي وقت صلاة الضحى. فتحديدها هو بتوسط الشمس في كبد السماء محاذية للرؤوس بحيث لا يكون هناك ظل، لن يتقلص الظل في هذا الوقت، هذا وقت نهي منهي عن الصلاة فيه، وما قبله فهو وقت لصلاة الضحى، ابتداء من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى أن تتوسط في كبد السماء كما ذكرنا. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول هذه المستمعة: لقد قمت بيمين النذر ثلاث مرات ولكن كانت متباعدة حسب وقائع معينة، ولم أوفي بهذا النذر، أفتوني كيف أكفر عن نذري جزاكم الله خيرا. أولا النذر غير مرغب فيه،
فإن الإنسان يفعل الخير بدون نذر، وموسع له في ذلك، والباب مفتوح لمن يريد الخير بدون نذر. لكن إذا نذر نذر طاعة فإنه يجب عليه تنفيذه، القيام به، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه. والسائل لم يذكر، أو السائلة لم يذكر في سؤاله أو تذكر نوعية هذا النذر، تقول إنه يمين نذر، ولا ندري ما معنى هذه اليمين وكيف حصلت، هل هو نذر معلق أو نذر منجز، لا ندري ما طبيعة هذا النذر. وعلى العموم فالوفاء بالنذر بعد انعقاده إذا كان نذر طاعة فإنه يجب الوفاء به. نعم. جزاكم الله خيرا. تقول: لقد حلفت على أبنائي بقولي أحلف بربي الذي خلقني لو تفعلون كذا وكذا، ولكنهم رموا بكلامي أرض الحائط، ماذا أفعل الآن يا فضيلة الشيخ؟ هل علي فدية أو كفارة؟ هذا يمين وليس نذرا. إذا قال تحلف بربي أن لا تفعلوا كذا ثم خالفوا وفعلوه فإنها تجب عليها كفارة اليمين، وهي إطعام 10 مساكين، لكل مسكين نصف الصاع من الطعام، ومقداره بالكيلو كيلو نصف لكل مسكين، يعني 15 كيلو توزعها على 10 مساكين، أو تعطي لكل مسكين ثوبا كما هو معلوم، أو تعتق رقبة إذا، وهذا أفضل إذا أمكن. هذه مخيرة، فإن لم تجد شيئا من هذه الثلاث فإنها تصوم 3 أيام. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: أنا لا أعرف من سور القرآن إلا 11 سورة، ولقد قام أهل بيتي المتعلمون بتعليمي بعض سور القرآن والسنن وأقوال تقال في الصلاة وغيرها، ولكنني أنساها، ليس عمدا بل نسيان طبيعي يلازمني، ماذا أفعل؟ وهل يلحقني إثم؟ أفتوني مأجورين، جزاكم الله خيرا. هذا شيء طيب أن هؤلاء يعلمونك القرآن والأدعية والأذكار وشيئا من الأحاديث النبوية، هذا عمل طيب، وليت طلبة العلم يقومون بهذا مع أهليهم ومع أولادهم ومع إخوانهم المسلمين. وأما قضية النسيان فتعالج بكثرة تكرار سور القرآن والإكثار من تلاوتها وتكرارها وتردادها، لأن القرآن لا شك أنه يحتاج إلى عناية، وهو يتفلت من صاحبه كالابن المعقلة إن تعاهدها وإلا فإنها تتفلت. فعليك بكثرة قراءة السورة التي تحفظينها وقراءة واستعادة الأحاديث التي تحفظينها والأذكار. الأذكار لا شك أنك تحتاجين إليها يوميا، فتأتين بها وبهذا تثبت. العلم إنما يثبت بالعمل، العلم إنما يثبت بالعمل. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: لقد قطعت عهدا بيني وبين الله، إن شفاني ربي من مرض كنت أعاني منه وما زلت أعاني، ولكن بعض الشيء، بأن أصوم 6 أيام، ماذا أفعل؟ هل أصوم هذه الأيام علما بأنني لم أحلف؟ إذا شفاك الله فإنه يجب عليك الوفاء بالنذر، لأن هذا نذر معلق، فإذا حصل الشفاء وجب عليك الوفاء بهذا النذر. نعم. عندي أولاد لم يبلغوا سن التكليف أو البلوغ، وأحثهم على الصلاة ولكنهم مقصرون في أدائها، ولقد قمت بضربهم مرارا ولكن لم يسمعوا مني، ماذا أفعل تجاههم؟ داومي على أمرهم وتأديبهم لعل الله أن يهديهم. وهذا كما قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. يجب عليك الاستمرار في أمرهم ونهيهم وتعليمهم، وهذا لا شك أنه واجب على الوالد، والأولاد أمانة في عنق والديهم. نعم. تقول: أنا سريعة الغضب وأقوم بالدعاء على نفسي بالموت وعلى أبنائي، هل أنا مخطئة في هذا وبماذا تنصحونني؟ نعم، أنت مخطئة في هذا، ولا يجوز الدعاء بالموت على نفسك ولا على أحد من أولادك أو أقاربك أو المسلمين، هذا عمل سيء، عليك بإمساك لسانك عن هذا الدعاء، لأن هذا من الاعتداء، هذا من الاعتداء في الدعاء. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع حسن أبو مرعي من الجمهورية العربية السورية دمشق بعث برسالة وضمنها جمعا من القضايا، يسأل عن فرائض الوضوء وسننه، جزاكم الله خيرا شيخ صالح. فرائض الوضوء هي
كما في الآية، غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين مع المرفقين، ومس جميع الرأس ومنه الأذنان، وغسل الرجلين مع الكعبين، ثلاثا ثلاثا، هذا هو الأفضل. إلا المس فإنه مرة واحد ولا يكرر. والترتيب بين هذه الأعضاء يعني يرتبها كما ذكرها الله جل وعلا في الآية: اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرتبا وقال: ابدأوا بما بدأ الله به. وفي حديث آخر: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. أن ترتب الأعضاء كما ذكرت في الآية الكريمة. والفرض الأخير الموالاة بين غسل الأعضاء، لأن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله في زمن معتد، بل يوالي، فإذا فرغ من غسل العضو فإنه يغسل العضو الذي بعده إلى أن ينتهي. هذه فروض الوضوء. وأما سننه فهي كثيرة، منها كما ذكرنا الغسل ثلاثا ثلاثا، التثليث لغسل الأعضاء سنة من سنن الوضوء، ومنها غسل الكفين قبل البداء بالوضوء غير القائم من نوم الليل، هذا سنة. وأما القائم من نوم الليل فإن غسله الكفين قبل الوضوء واجب لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك، ونهيه أن يدخل يديه في الوضوء قبل غسلهما إذا استيقظ من نومه كما في الحديث الصحيح. ومن ذلك يعني من سنن الوضوء دلك الأعضاء لأجل أن تتبلغ بالماء. ومن سنن الوضوء تخليل الأصابع، أصابع اليدين وأصابع الرجلين، وتخليل اللحية الكثيفة يخللها، يعني يدخل أصابعه مبلولة بالماء من خلال الشعر الكثيف، هذه من سنن الوضوء. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. النساء يكثرن من المسح على الرأس، من السؤال عن المسح على الرأس وعلى شعورهن. شيخ صالح، كيف تنصحونهن؟ جزاكم الله خيرا. الرجال والنساء سواء. ومسح الرأس كما ورد في الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ولما بلغ مسح الرأس وضع يديه على رأسه على ناصيته، ثم أقبل بهما وأدبر، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، فيضع يديه مبلولتين بالماء على مقدم رأسه، ثم يمرهما إلى قفاه، ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه. هذا مسح الرأس بالنسبة للرجال وللنساء. جزاكم الله خيرا. حكم المسح على الخفين رخصة. مسح على الخفين رخصة، لأن الأصل غسل الرجلين، لكن إذا لبس عليهما الحائل الساتر من خف أو جوارب ساترة ويشق عليه نزعها، فإن الله سهل عليه ورخص له أن يمسح على ظاهر الخفين أو ظاهر الجوربين، فهذا من باب الرخصة. وله مدة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها، ابتداء من أول مسحة بعد اللبس. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا يسأل عن حكم المسح على الجبيرة. المسح على الجبيرة أيضا فيه رخصة للمجروح تخفيفا عنه، فإذا كانت الجبيرة على قدر الجرح، أو كان اللصوق على قدر الجراحة أو الضماد، وكان في أحد أعضاء الوضوء، فإنه يمسح عليه ببلل الماء في يده ويكفيها، يكفي عن غسل ما تحته، ولا تحديد لمدة الجبيرة، بل تبقى ما دام محتاجا إليها، فإذا استغنى عنها نزعها وجوبا وغسل ما تحتها. هذه هي الجبيرة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى المستمعات بعثت برسالة مطولة وغاية ما فيها السؤال عن زكاة الحلي، هل هي واجبة أو لا؟ جزاكم الله خيرا. زكاة الحلي الذي يستعمل فيه خلاف بين أهل العلم، الأكثر على عدم وجوب الزكاة فيه، نظرا لأنه من المستعملات كالملابس والمآكل والمشارب والمساكن والمراكب، فهو من الأموال التي لا تعد للنماء والتجارة، وإنما تعد للاستعمال، ليس فيه زكاة عند جمهور أهل العلم، وذهب بعضهم إلى وجوبها فيه أخذا بالعمومات، وأحاديث وردت بخصوص إخراج الزكاة من الحلي، ولأهل العلم فيها كلام ونظر طويل. وعلى كل
الحال من أحب براءة ذمته والخروج من الخلاف إنه يزكي الحلي. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أم محمد من الرياض وتقول: إذا خرجت الزوجة من بيتها من غير إذن زوجها ولكن إلى مكان يرضاه الله ويرضاه رسوله صلى الله عليه وسلم ويرضى عنه الزوج، لكنه في تلك المرة غضب، ما الحكم؟ هل تكون ملعونة؟ لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، ولا يجوز لزوجها أن يمنعها من الخروج لصلاة المسجد، قوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. فعلى كل حال طاعة الزوج واجبة، فإذا كان يغضب إذا خرجت إنها لا تخرج، لكن هو إذا لم يكن هناك عذر يستند إليه فإنه لا ينبغي له منعها. أما إذا كان هناك عذر لبقائها في البيت كان يخاف عليها من الفتنة أو لها أولاد يحتاجون إلى رعاية في البيت فإنها لا يجوز لها الخروج، ويتأكد عليها البقاء في البيت طاعة لزوجها وقياما بواجبها في البيت. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل للزوجة وهي تعيش مع زوجها في بيت واحد وينفق عليها، هل لها الحق في مصروف خاص بها؟ ما دام أن المصروف واحد وأنه قائم بذلك فلا تحتاج إلى مصروف خاص، وإنما تدخل في مصروف هذا البيت لحصول المقصود. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالإجابة على أسئلة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى